الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب المسمى بالثلاثة الأصول من خير الكتب في العقيدة لطالب العلم، يستوي في الحاجة إليه المبتدي والمتوسع في العلم، معنى ذلك أنه لا يستغني عنه أحد من طلبة العلم، فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى، وجدير أيضا من المعلمين ومن المربين، لا سيما في مسائل الاعتقاد أن يكون البدء به قبل أي كتاب آخر يبتدأ به، ثم بالقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية والصحاوية، وهكذا كتب السنة بعد ذلك التي هي ضمن السنن أو كتب السنة التي صنفت على انفراد. هذا إن شاء الله تعالى من طالت به الحياة وهو في طلب العلم فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته.